الراديو 90-90 هواها مصر. اشكركم والى اللقاء. رجعنا للاستوديو. ايوه فاكر اليوم ده كويس انت طبعا. طبعا طبعا من الصعب اللي حصل. والله هو كواليسه صعب قوي. هو انا على الهواء ابلغت بان اداره القناه بتقول لي ان الاستاذ حمدين صباح مش هيدخل وهو قاعد بره. انا ما كنتش اعلنت قبليها باتفاق مع حمدين في هذا التوقيت علشان كان في مخاوف من منعه. تشاء الاقدار ان يومها الرئيس المعزول في هذا التوقيت يقول خطاب وكان خطاب سيء جدا جدا جدا. وانا حلقتي ماشيه زي ما هي يعني ضيفي بره وهستقبله. فجاه جالي تليفون الضيف مش هيدخل. كان من مين التليفون؟ من اداره القناه. قلت لهم يعني ايه؟ قالوا اداره القناه بلغتنا كده. طلعت فاصل ما كلمتش خالص. طلعت فاصل ناقشت اطراف القناه ففهمت ان المساله كبيره زياده وجايه من فوق قوي من الرئيس في هذا التوقيت شخصيا ان هو اللي رفع التليفون واتكلم. وهقول لك عمل ايه بعد كده. فقلت لهم لو ما دخلش حمدين انا كمان مش هشتغل هنسحب. قالوا لي قرارك. الانسحاب افضل ولا المواجهه؟ ما كانش في مواجهه. ما انا خلاص منع ضيفي فتسجل في التاريخ ان بسبب اي قرار. على فكره لو الموقف اتكرر في اي لحظه من اللحظات هنسحب برضو يعني. وفي النهايه انا مش ما بعملش دور بطوله. بس ما ينفعش حد يمنع ضيف من على الهوى لمذيع والا يفقد شرفه يعني. مش عارف كنت هقدر اواجه الجمهور ساعتها ازاي. كانت مساله قاسيه بالنسبه لي وكان قاسي عليا على قناه سي بي سي اللي انا كنت في هذا التوقيت شريك فيها ومؤسس ان احطها في موقف سيء. لما خرجت بعد كده والتقيت الازمه بتتصاعد التقيت الحرس بتاع بوابات الامن جاي لنا يقول لنا في عربيتين من الحرس الجمهوري جايين ياخدوك وياخدوا حمدين صباحي. في هذه الليله كان ارهاب. كانوا واخديننا. عملنا ايه بقى؟ حمدين صباح قال اطلع وبتاع. قلت له ايه؟ قال ما هو مش وقت هنروح في الوبا بالراحه. ودخلنا الاستاذ حمدين صباحي في المقعد الخلفي لعربيه الاستاذ عماد الدين اديب. اختبأ في السياره وخرج من باب تاني خالص. والعربيه كانت واقفه على باب 2 هو خرج من باب 4 وراحوا في مكان ما عند صديق في مصر الجديده لحد الصبح. وانا فضلت في الاستوديو قاعد في المدينه لحد الساعه 2 بالليل تقريبا لحد ما اتاكدت ان العربيه انصرفت ومشيت. عرفت بعد كده ان الرئيس المعزول محمد مرسي هو الذي اتصل وقال ان هقفل لكم القنوات وان الاثنين هيدخلوا السجن لو طلع على الهواء. كانت واصله لحد كده. الاثنين هيدخلوا السجن لو طلعوا على الهواء. هنتكلم تفاصيل اكتر وكمان هعرف من حضرتك تقييمك للاداء السياسي للاستاذ حمدين صباحي بعد 30 يونيو. بس بقى في فقرتنا اللي جايه هتتواصلوا معانا ازاي؟ 1-99 الاس ام اس او صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90. اسال خيري رمضان.